بعد كده هنتكلم عن supporting remote users، ومن هنا هنتكلم انا عندي جهاز بعيد عني او remote او عايز اخش عليه. طيب هو الجهاز ده معايا في انا في الشغل ولا انا في البيت؟ هنستخدم من هنا remote desktop اللي موجود عندنا، وهنستعمل remote assistance اللي موجود عندي. موديول 12 اللي موجود عندنا هناخد فيه اللي هي ويندوز اكس بي لما تنزل على اللابتوب، ايه الحاجة اللي احنا ممكن نعملها وايه المزايا الزيادة اللي هناخدها لما ننزل ويندوز اكس بي على اللابتوب اللي موجود عندنا. الموديول الاخير الا وهو موديول 13 هنتكلم فيه على هنشوف مونيتورنج ريسورس وبرفورمانس، عايزين نشوف اخبار الكمبيوتر بتاعي شغال كويس ولا مش شغال كويس. طيب الرامات اللي فيه مكفيه ولا مش مكفيه، البروسيسور الهارد ديسك. طيب هل احنا محتاجين ان احنا نعمل ابجريد؟ ازاي نعرف ان احنا نعمل دايجنوستيك للعلاقه ما بين الهاردوير عموما كشغال ولا مش شغال او كفء ولا غير كفء مع الويندوز اكس بي. فهو ده اللي هو هيكون ان شاء الله في 13 شابتر. مايكروسوفت بتقول لكم يا ريت لو سمحتوا يا جماعه ابداوا بالكورس بتاعنا اللي احنا لسه بادئين بيه الا وهو 2272، وبعد كده توجهوا الى 2274، وبعد كده توجهوا الى 2275. وانا بنادي يا تريننج سنتر لو سمحتوا اقروا الكلام ده، هو متخذين القرار يا ريت تقروا الكلام ده اللي موجود على المايكروسوفت اللي هي محددات او المايكروسوفت ليرنينج اللي موجود عندنا. طبعا في مايكروسوفت ليرنينج لو دخلنا هنا هو هنلاحظ ده نفس المكان اللي دخلنا فيه المره السابقه عشان نشوف الشهادات بتاعه مايكروسوفت. بعد كده بقى مايكروسوفت بدات ان هي تعمل ايه دعايه عن نفسها. تمام مايكروسوفت عندها اربع طرق للتعليم اللي موجوده عندنا او اربع منتجات للتعليم. اول واحد اللي احنا هنشتغل فيه اللي هو اوفيشال كورس، مايكروسوفت اوفيشال كورس، ان انا هنعمل برزنتيشن، والبرزنتيشن ده هو بعد كده هتعمله انتوا العملي اللي موجود عندنا، ان انا بعد ناس جديده ان هي تشتغل في هذا المجال. الورك شوب بيكون التركيز فيه اكتر، مايكروسوفت اوفيشال ورك شوب بيكون التركيز فيه اكتر على العمل اللي هتعمله حضرتك بايدك، بيكون في اجهزه للمتدربين والشرح بيكون من خلال العملي اللي انت بتعمله. مايكروسوفت اوفيشال كلينيك اللي موجود عندي، ان انا مايكروسوفت هنا هو بشوف الايه، تعرف يعني دي المرحله اللي دايما بتكون ايه، ان انا مثلا ويندوز 2008 نازله هتلاقي كل الكورسات بتاعت مايكروسوفت اللي هي ايه الاوفيشال كلينيك اللي موجوده عندنا. تمام فهنا هو بتقول لك ازاي ان احنا بنقول لك ايه الفيتشر الجديده في البرنامج ده هو والبرودكت اللي موجود عندنا، وشوف ايه الـ بتحل ازاي الفيتشرز دي، بتحل المشاكل بتاعه البيزنس او المشاكل اللي موجوده في السوق العملي اللي موجوده عندنا. مايكروسوفت اوفيشال سيمينار، دايما السيمينار بيبقى معروف ان انا منزل منتج جديد، فعايز اقول للناس يا جماعه على فكره لو جبت اوفيس 2007 ده هيحل لكم المشاكل بتاعتكم وهيزيد من انتاجيه العامل، الشغل اللي كان بيشتغله في 3 ساعات دلوقتي ممكن يشتغل في 10 دقائق، فالموظف هيقدر يديلك قدره انتاجيه اكتر. وشوية كلام ايه مايكروسوفت بتتكلم فيه بتقول ان هي ازاي تحل البيزنس بتاعك. طبعا 70-70 ده هو اللي موجود عندنا زي ما احنا شايفين، طبعا هو مشترك يعني مطلوب في اكتر من شهادة، اللي بيخصنا فيهم طبعا هي ال MCSA او ال MCSE اللي موجود عندنا. طبعا ممكن ياخد مكانه حاليا اللي هو الويندوز فيستا اللي موجود عندي، ممكن ياخد مكانه ويندوز 2000 وده يسد الغرض في ان انا احصل على الشهاده بتاعه ال MCSA او ال MCSE اللي موجوده عندي. طبعا بعد كده هو ببدا اقول لهم يا جماعه احنا ان شاء الله الكورس بتاعنا هيكون من 5 الى 7 كل يوم في ميعاد مثلا الخميس والجمعه والسبت. تمام والمواعيد بتاعه الشغل بتاعي، مواعيد العمل بتاعنا لو كان في لابس ممكن حد يتمرن فيها. طبعا الشركات المحترمه بيكون ليها باركينج، تقول له لو سمحت ممكن تركن هنا هو. تمام او اماكن الاستراحات اللي موجوده. طبعا لو كان مايكروسوفت تعمل الكلام ده، لو كان سيمينار مثلا كان 8 ساعات هنقول لهم يروحوا ياكلوا في البريك فين، او يشربوا الشاي او القهوه بتاعتهم. نقول لهم يا جماعه لو سمحتوا ما حدش يستعمل موبايل وكده هو، ولكن
في برضه لو انت عايز تعمل تليفونات، اماكن التليفونات فين في المركز اللي عندنا، السموكينج اريا، الاماكن اللي احنا نرمي فيها الورق بتاعنا، دي الحاجات كلها بنعرف بيها اللي هو الطالب اللي جاي يحصل على المركز كده. ده هو الجزء الاولاني اللي بيخص الاول كلاس، هتشرحه للناس، تعرفهم بالمركز بتاعك، تعرفهم بنفسك. مايكروسوفت منظمة الأفكار دي طبعا على أساس تربوي. دايما أنت لو هتشتغل في مجال المحاضر، أول مجموعة طلبة عندك وأول مجموعة محاضرات بتبقى من أفشل المحاضرات مهما تعمل. أنت مش عارف المثال اللي هتقوله إيه. يعني مثلا إحنا كنا بنخش مثلا في بدايتنا كمحاضرين كنا بنقول 10 أمثلة، تلاقي الطالب مثلا بدأ يجمع معاك المثال مين؟ التاسع أو العاشر. لو انت دخلت نفس المادة دي دخلتها بعد كده مرة تانية عشان تشرحها، هتلاحظ ان انت ما قلتش من 1 لـ 8، بدأت على طول من المثال التاسع والعاشر. لذلك دايما المحاضر لما يكون قوي في مادته هو الوحيد اللي بيكون بيقدر ان هو يخلص اون تايم، اما المحاضر اللي مش قوي في مادته عمره ما يقدر يخلص اون تايم اللي موجود عندك.